زاد مش نحسب بيبسين بس زين بيبسين مش متوفر بس السلام. السلام. طيب ماشي. كمان دخلت هنا وقال ما
سريع ثاني معكم دقيقة واحدة عشان أسمعوا. أي واد عندكم بناء على الواد؟ محمد مشى؟ عشان تاخذ وقت اطول. هل هو على فكره ما حاجه
اي صف في عمليتش الحق مشيت انا دور دور عملي بيكون في الحق احنا استفدنا من الوقت بس هذا مثل الوقت يكون ايش التعقيم لا بد الاصل في الاصل لا تكون ايش في نظافه المواد لكن هل التعقيم يعني اخذنا مواد معقمه لها دور عميل لها يعني بالكشف عن الامتلاك بالكشف عن الامتلاك وليس عين الهضم لانه في عمليه الهضم ليس فقط الانزيمات اللي تعمل بل لازم في فلورا داخل جسم الانسان لها دور في عمليه بكتيريا يعني مش هاثر عن الهضم طيب ممتاز يلا يا عبد الله الجزء الثاني هو نقطة البروتينات اللي قلنا عن المواد اللي ذكرناها عن المواد المطلوبة. خطوات التجربة ناخذ حوالي 50 مل من الماء العذب نضعه في كأس زجاجي تقريبا 50 مل نبدأ نضع فيه حوالي ملعقة من انزيم البيبسين طبعا انا زي ما بخبيش عليكم انزيم البيبسين لان مش معطوط الاكسبيري ديت تبعه يعني استخدامه قليل يعني واللي ما بنعرفش باي سنه هو موجود والله صراحه ما امتى موجود مش عارف النتائج اللي حتكون كما يجب طبعا الاكسبيري ديت وتاثيره بالزمن وتاثير الانزيم هو بعد 24 ساعة ناخذ تقريبا ملعقة من انزيم البيبسين هو طبعا على شكل محلول انزيم البيبسين بنحرك انزيم البيبسين في الماء عندنا ثلاثة يكون زجاجية كأس زجاجي في ماء الكأس الثاني في انزيم البيبسين محلول البيبسين بعد ما ذوبناه الكأس الثالث نحط فيه حامض بالكلور حامض بالكلور راح نستخدم احنا 5 مل نستخدم كمية قليلة جدا من حامض بالكلور نستخدم فقط 5 او 10 مل 10 كنا ايه ماشي واسهل شيء هي حطينا اكثر عن حمر الدور احنا حاطين لو ريحه قويه هي 10 و10
باقي من خمسة 10 و5 هي 15 ليفل تمام هي خلص النبوب الاول السنه الجايه تحط على جنب لان خلص هيدا المال حط الان كمان 10 ميل من المي بنفس الان اللي النبوب الاول جهزناه 15 ليفل من المال تمام نيجي على النبوب الثاني النبوب الثاني اللي هو الاكسل اعطينا رمز الاكسل نضيف 10 ملي ماء و5 ملي الاكسل هاي 10 هاي 10 ملي ماء في النبوب رقم 2 اهوان خمسة ملي من الاكسل هاي الاكسل طبعا حاطين عليها علامة الاكسل هنا نقطة 5 ملي من الاكسل نضيف على الماء هذا سرنج الاكسل تمام الان اللي مو بالثاني اذا الان صار عندنا هنا الموب الاول 15 ملي ماء الموب الثاني 10 ملي ماء زائد 5 ملي اكسل الموب الثالث 5 ملي ماء 5 ملي اكسل 5 ملي محلول انزيم البيبسي هاي السرنج الماء ناخذ 5 ملي من الماء هاي 5 ملي ماء نحط الان في الانبوب رقم 3 انبوب رقم 3 5 ملي ماء 5 ملي عامل الكلور سيل خلنا 5 ملي ماء نحط 5 ملي من عامل الكلور 5 ملي من محلول البيبسي نحرك كمان مرة عامل البيبسي عامل الكلور كثير بدي احطه طبعا بقدر وضع كمامات صار عندنا ثلاث انابيب ماء 15 من ماء 10 من ماء 5 من عامل كلور 5 من ماء 5 من عامل كلور 5 من هذه البيبسي نيجي الان على البيض ناخذ من بياض البيض نحاول الان نقطع بياض البيض الى قطع متساويه نحاول ناخذ الاطراف المعدات فيها في مدرسه موحد تقريبا هون بتطلب منها مكعبات اي شبه مكعب يجي يعني بس تكون متساويه تقريبا في الوزن نقطع لقطع صغيره تكون متساويه الأخطاء المحتملة في الكمية تكون بكم متساوية
نتائج دقيقة تكون وسائل أدق. أمشي. لا إلا أنت. حاول تصور يا زلمة. أنا أصفرك. والله أصفرك. قدام هنا معلش. هاي الهضم بروتين واضح.
ترتبط بانزيم البيبسين. شكرا يا زمول. والماء طبعا الماء اكيد يعني عشان نحول الهاي